السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي طلبة الصف الثالث الثانوي، مع آخر فيديو هنعمله لكم السنة إن شاء الله من مراجعة Last Hours October، هنحل مع بعض 4 exams، 4 امتحانات احنا جايبينهم مهمات في نهاية الملزمة ديت، تمام؟ برضو كنوع من التدريب على أجزاء المنهج إن شاء الله ونمط الامتحانات بقى. شوف كده مع بعض. Test 1. Every time someone tries to explain the internet to me, I get even more طبعا confused. اسم مفعول، بتحير أو بكترك. When she woke up yesterday, her mother had left. ليه had left؟ بقول لها she couldn't ask her، ما قدرتش تطلب منها كذا، اللي هي مشيت الأول، حدث أول منتهي في الماضي يبقى ماضي تام. أحمد مراد the new novel اللي هي the season of hunting deer، تمام، اللي هي موسم صيد الغزلان. was إيه بقى؟ 2 years ago طبعا was published، عارفين published هي اللي بتيجي فين؟ في الباسم وفي was. لو was دي مش موجودة كنا اخترنا came out. طيب she said that she couldn't come to the door. ليه بقى؟ because she was، لانها كانت بتعمل ايه؟ كانت بتغسل شعرها، يبقى was washing. حدث طويل وحدث قصير فين؟ في الماضي. طبعا responsible حرف الجر معروف بتاعه responsible for، مسؤول عن. while I was running، بقول وانا بجري، I ايه بقى؟ and fell، وقعت طبعا slipped، حدث قصير في تتابع كمان and او عطف and fell. بدأ بهارد لي في 7، يبقى بعمل ايه؟ بقدم الفعل على الفعل، صيغه انفيرجن زي ما احنا عارفين، او تقديم الفعل، يبقى هارد لي هاد هيريت ذا ريبورت. ذا سكاندل يعني الفضيحه. ويل ايه بقى؟ السيريس دامج طبعا. ويل دو، عارفين دامج بتاخد دو او كوز، دو او كوز دامج تو، حرف الجر بعدها تو. ماي كار واز بينج سيرفيست، اي واز سيرفينج ذا انترنت، طبعا دي هتبقى while my car was being serviced، حدث طويل وبسف، تمام. شناوي has firmly established himself، حقق لنفسه ايه؟ مكانه، young goalkeeper. I don't think the food، خلي بالكم في تركيبة نفي هنا في الاول. I don't think the food ايه بقى؟ cooked yet، طبعا هتبقى يا ترى has been ولا hasn't been؟ لا طبعا هتبقى has been، عشان برضو مفيش يعني دبل نيجاتيف زي ما بيقولوا، مفيش نفيين في جمله، هو نفي واحد بس. How long not since they graduated from college، طبعا هتبقى how long is it. طب ليه ما تنفعش has been يا مستر؟ ما برضو ممكن مضارع تام، ممكن بس دي سؤال، كانت تبقى has it been، كان يبقى في it هنا، عشان كده مش هنا، يبقى الصح هنا is it بس. طيب اللي بعدها بيقول it is the saddest story، اكثر قصه يعني محزنة I've ever read. 14 he knows three short stories up till now، ارى يعني ثلاث قصص قصيره حتى الان، انجاز بعدد مضارع تام، يبقى has read. the teacher realized ادرك ان the young teacher was worried. It's 3 years it is أو it has been on about مدة since مضر بسيط، يبقى أدي since، وضع المضر بسيط اللي هو I saw. You should have all the يبقى to be a good teacher، كل الصفات طبعا qualities الصفات، إنما quantities طبعا دي كمية حاجة تانية. You need to، قلنا need to إن هي must يعني، you need to not your daughters، طبعا هتبقى discipline يهذب يعني السلوك. I always not myself goals، طبعا هتبقى give myself goals. In 1944 Mr. يوسف started studying political science، العلوم السياسية، ولما عندنا الساينس هنا uncountable ما تنجمعش. She failed to comprehend، comprehend يعني understand the ebb of the situation، the gravity of the situation، مش موجودة gravity، تبقى
معناها seriousness. ده جرافيتي يعني جاذبية، لا المعنى التاني ليها برضو بتساوي seriousness، خطورة الايه الموقف seriousness. Please stop making so much noise or I ها طبعا بيهددوا I'll report to the supervisor. I'll report to the supervisor. تحذير أو التالي. It's arranged. بيقول كل شيء مرتب. Don't be late. ما تتأخرش. يبقى we طالما كل شيء مرتب يبقى present continuous المضارع المستمر. تمام كده؟ المضارع المستمر. I'm not certain. يعني I'm not sure مش متأكد. But I guess لكن أنا بخمن. It not later this afternoon. طالما بخمن بتوقع بعد يبقى will. تمام؟ يبقى will rain. I can't see you this evening. مش هقدر أقابلك النهارده في المال. ليه؟ A friend of mine. خلي بالكم ما أقولش A friend of me. اتكلمنا فيها قبل كده. عشان ملكية. A friend of mine not to see me. يبقى ده هو مرتب إنه يقابل حد. برضه ترتيب يبقى is coming. مضارع مستمر للترتيب. طيب وليد نقط منال تو ماري هيم هي هاز اوريدي بوت ذا رينج ده تنبؤ بدليل از جوينج تو اسك دي ما تنفعش از اسك ده مش ترتيب ده مجرد يعني تنبؤ بدليل لان مجرد ان هو شرى الرينج دي حاجه كده زي هديه يعني بيشتريها قبل ما يروح يتقدم لسه تمام طيب exams and unit tests could be taken not over the internet طبعا هتبقى اونلاين عشان over the internet. طيب many young people بيقولي في شباب كتير متحمسين لل IT enthusiastic وحرف الجر بتاعها اهو about قلنا enthusiastic about صفة انما الاغنية دي enthusiast نوعاً متحمس برضه بس تاخد ايه for she will use the يبقى while use the paint brush طبعا هتبقى أغلق ده البخرة بقى بتاع الزيت دي a brave politician سياسي شجاع has called for the removal نادى بإزالة all foreign troops كل القوات الأجنبية and PCs والقواعد يعني in the Middle East area منطقة الشرق الأوسط طيب شو بقى القطعة دي كده مع بعض أول سؤال what is the author's main purpose in the message طبعا هتبقى رقم A to interrupt إيميلي ديكنسونز إكسنتريك بيهافير إكسنتريك بيهافير يعني سلوك غريب إكسنتريك دي يعني سترينج يعني حتى جاء في الأسئلة تحت طب اتنين بقول لي طبقا للقطع دي الفترة اللي هي من كذا لكذا دي بالنسبة لإيميلي ديكنسونز دي أبيريود فترة أوف جريت طبعا برودكتيفيتي فترة متميزة بالإنتاجية العالية طيب عاوز هنا جملة is not mentioned حاجة مش مذكورة هنا في الاكسنتريست في الاكسنتريك يعني كواليتي الصفات الغريبه بالنسبه لديكنسون طبعا ريفيوزنج تو دي ما جابش زيها انما الثلاث حاجات التانيين مذكورين في القطع طيب اربعه according to the passage تبقى للقطع البيوغرافرز اوف ايميلي ديكنسون هاف تراديشنالي طبعا سين هير لايف ان رومانتيك تيرمز زي ما قال في القطع طب why does the author mention ليه ذكر ويليام لويس بلاي اللي هي المسرحية دي المذكورة بالاسم دي ليه ذكرها طبعا هتبقى عشان يديني مثال اهو اللي هي أول واحد أول اختيار to give an example of the sentimentalized Emily Dickinson's myth طب ستة the author implies يعني hints بيلمح أو بيشير إلى إن many people attribute بترجع السبب من إيميلي ديكنسونز سيكولوجيا طبعا سيكولوجيا دي يعني ايزوليشن العزله بتاعتها لايه من دول ها طبعا ليه افيلد لاف افير ولا ريليجيوس فيرفر ولا ريليجيوس فيرفر ايه فاهمين السؤال يعني من اسباب العزله بتاعتها ايه ها من اسباب العزله بتاعتها a failed love affair طيب what was the society ليه بدأ كاركترايز ايه بقى المجتمع اللي كانت عايشه فيه كانت بتميز بان هو مجتمع ايه stern زي ما قال لي في القطعه stern مجتمع متشدد يعني اللي هي stern stern society طب عاوز صوت ابو التايتل العنوان مناسب القطعه ديكنسونز لايف تمام
طيب فير دي عايدة على مين؟ على البيوغرافرز. فير عايدة على البيوغرافرز، باينة في القطع اهي تحت ايدين على طول اهي، بيوغرافرز. طيب هنا بقى المعاني، معنى سترينج يمكن قلناه من شوية هنا، اللي هي كلمة اكسنتريك. اكسنتريك اللي هي اي دبليو سي اي ان تي ار اي سي، اكسنتريك. تمام. طيب بعد كده كلمة تانية كينجدوم، اللي هي كلمة ايه بقى؟ موجودة في يعني الجزء الأخير في القطعة كده، ممكن أجيبها لكم برضو. ريال فين؟ ريال اهي، هي ريال مدينة. ريال مدينة يعني كينجدوم، مملكة أو دنيا خاصة بيها يعني. طيب النوفل بقى، واي ديد راسندل ستوب ات زيندا؟ طبعا الاختيار الاولاني هي wanted to see the castle، هي دي الوحيده اللي موجوده هنا. طيب طب what did سابتا ادفايز، what did مين سابتا ادفايز ذا كينج كونسرنينج، بخصوص العيش طبعا ان هو ما ياكلش كتير، not to eat much اول اختيار. طب what did راسندل بروميس، وعد يعمل ايه بقى؟ ان his family were pleased with him، عشان اسرته مبسوطه منه طبعا، وعدهم بايه؟ ها الاختيارات اللي موجودة قدامنا دي، رقم اختيار الأولين اللي هو to accept the job offered يعني which was offered يعني by Sir Jacob Brodie. طب نمبر 4، what would Rasindel decide to do after the next 6 months؟ ها طب كان هو يعمل ايه؟ طبعا to attend the coronation، نحضر التتويج. What do you think the lesson، ايه الدرس يا ترى اللي روز كانت عاوزة تعلمه Rasindel؟ طبعا ان work is very important، ان وي ماست ورك هاويفر ريتش وي ار، يعني لازم نشتغل مهما كنا اغنياء وكده. طب do you think رودولف راسندل was a secretive person او private person؟ طبعا ها نقول yes of course. how do you know، عرفنا ازاي؟ هنذكر بقى المواقف اللي هو ما كانش بيصارح بيها، ما كانش بيقول الحقيقه، زي he didn't tell Robert اللي هو his brother يعني and his wife that he was going to Gortynia، لما قالوا انا رايح جبال القلب وكده. وكمان he didn't tell his friends اللي هو جورج فيذرلي وبرتغام where he was going، أو he was going to Dresden أو Gortynia يعني برضه. ثلاثة، if you were a sandal بقى، تخيل لو انت مكانه، would you prefer to travel to Britain or to stay in England to do useful work؟ طبعا دي حاجة ترجع لك، ممكن تقول اه انا كنت اقعد في بريطانيا اعمل شغل افضل، او واحد يقول لا تاني انا اروح احضر الكورونيشن عشان دي مثلا a new experience. ده رأيك الشخصي بقى. الدايلوج بقى كده، come on او hurry up، اسرع، لنقول it's time to go، يبقى دي هتبقى hurry up او come on اللي هي come on يعني. اتنين تبقى why are you in a hurry، ليه مستعجل، why are you in a hurry، قال عشان كذا كذا. طيب اقول او first اولا، طب هنا اقول له ايه؟ and secondly او what about the second reason، طب وايه تاني؟ قال عشان كذا كذا. طيب اربعة، نقول that won't take long، يعني دي مش هتاخد ايه وقت. خمسة، I'll give you five more minutes، I'll give أدي 5 دقايق كمان. ستة، oh yes I would، oh yes I would. طبعا ده بالرفع عن responsibilities of youth، مسؤوليات الشباب، موضوع الموضوعات برضه كويسة تكتب فيها. والموضوع التاني عن terrorism الإرهاب. translation بقى، بيقول لي terrorism has no homeland، إن الإرهاب لا وطن له. Terrorists kill innocent people who commit no crimes at all. يقتل الإرهابيون الأبرياء الذين لم يقترفوا أي ذنب أو لم يرتكبوا أي جرائم على الإطلاق. So we have to combat them by any means. طبعا combat يعني fight. لذا يجب أن نواجههم بكل السبل أو بكل الطرق. No wonder. لا عجب أن typical diseases of our age. typical disease يعني الأمراض المعتادة التقليدية من عصرنا، are those يعني هي تلك الأمراض يعني connected with يعني which are connected with اللي هي متعلقة ب strains and distresses of our age،
لتوترات وضغوط العصر. على المرء أن يعمل على تطوير نفسه. المرء يعني الشخص. Every person should work or try to develop themselves. ما ننساش أن every person can develop themselves على قدر المستطاع, as much as possible أو as much as they can, حتى يتأقلم مع to adapt to modern developments. الشباب هم العمود الفقري لأي أمة. Youth are the backbone of any nation. ولا بد من مشاركتهم في أي تطوير. And they must participate in any development of the society. الإجزام الثاني بقى, والامتحان الثاني اللي هو على اليونتس من 1 لـ 6, نشوف كده مع بعض. All children in Egypt are vaccinated بالطعام ضد الهيباتيتس اللي هي التهاب الكبد يعني بي at birth. طبعا روتينلي بالطعام بشكل روتيني. التطعيمات اللي بتاع الاطفال اللي احنا عارفينها كلنا. طب it is not in this country to go as ده عرف في المجتمع يبقى custom. تمام؟ عرف. لما هيبقى هابت طبعا هذا فرد احنا عارفين. طب ثلاثة, his feet left dirty marks all over the floor. صار ايه؟ علامات على الارض. There is no doubt, بولي لا شك, about Maryam's إباء for the job, مدى ملائمتها أو مناسبتها للوظيفة, suitability. The stupid boy didn't get the joke. مفهمش النقد. فجيت هنا يعني understand. The school's examination results, طبعا جابين أبو صوف إس عشان وراء اسمه مركب اللي هو examination results, were very طبعا امبرسيف, نتائج كلها مثيرة للإعجاب. طب after his father's death, بعد وفاة والده, he had started to become المسؤولية بتاعته أصبحت إيه؟ بردن عبء. بردن طبعا يعني عبء. Thank you so much, Mr. We really appreciate everything you have done. نقدر كل شيء أنت عملته. The teacher إيه بقى, to know why the students were all late. المدرس عايز يعرف ليه الطلبة قريبة, demanded. He received a special أو خد جايزة خاصة على عمله as a movie, طبعا movie director, مخرج سينمائي. بقول أنا قريت القصة الفلانية ديت 100 مرة, but I still find it, لكن لسه شايفة moving, مؤثرة. كل ما يعرف يتأثر بيها يعني. Don't go if you not at the sight of blood. طبعا يقول لك اغماء يعني من منظر الدم, يبقى faint. He worked as a طبعا freelancer, مستقل in London. اللي بعدها نجيب محفوظ first novel, طبعا كانت in paperback. Mrs. Mona held up her hand, اللي بقى عشان تسكت الاطفال اللي هي silence, عارفين silence now and over. طبعا التاني دي silent دي adjective صفر. 16 بقى بقول لي on entering the hall, تعرفين on وgerund زي when وgerund أو when وماضي حسب الزمن بقى. This time next week I'll be on holiday, I'm not on the beach or swimming in the sea. طبعا هتبقى will be lying. نقول الأسبوع الجاي زي دلوقتي هكون بعمل كذا كذا, مستقبل مستمر. The family history, إيه بقى, I cared very little. طبعا care بتاخد حرف جر إيه, ها, for أو about, يبقى هنا about which, about which. The test was difficult, I could only answer, ها, إيه بقى, خلي بالك في of, يبقى half of, half of the question, والجواب تنص الأسئلة بس. The mountain is too high to climb, to صفة to مصدر. تمام؟ ما ينفعش أقول to climb it, لا ما بيكملش. The lecturer was speaking so, يبقى لدرجة إن كل واحد يعني went to sleep, يبقى كان متكلم بصوت واطي خالص, يبقى quietly, quietly اللي هي رقم C. طب the earthquake was strong enough to shake buildings, صفة enough to مصدر. The weather was nice yesterday. الطقس كان جميل امبارح. عشان كده we sat outside every afternoon. لا طبعا ما ينفعش.
أقول امبارح، يبقى قعدنا طوال فترة بعد الظهر، فترة العصر يعني. اول افترنون، ما ينفعش اقول ايفري افترنون هنا، تمام؟ لان مش هابت عاده، بدليل انه بيتكلم على ان الطقس يسترداي امبارح بس. طب ذيس ذا كيمستس، اللي الفارماسي الصيدليه اللي انا اشتريت منها، طبعا يبقى وير اي جاست بوت ذيس ميديسين. اي هافنت وورن، لم ارتدي هاي هيلز او الكعب العالي. نوت ماي ويدنج سينس ماي ويدنج، منذ حفل الزفاف بتاعي. The apartments اللي الفلاتس الشقق يعني، المعلن عنها في التلفزيون افريكسبت، المعلن عنها طبعا advertised اسم مفعول هي اصلها، which are advertised on TV. During the previous week، في خلال الاسبوع الماضي او السابق. I know the gym every morning، بروح الجيم كل يوم الصبح، طبعا هتبقى went to must habit عاده، بدليل every morning يعني عاده فين؟ في الماضي. I didn't believe them at first، ما كنتش بصدقهم في البدايه. But in fact، لكن في الواقع، everything they said was true، أي حاجة قالوها كانت صح. يبقى هنا they said. The prices of all products، أسعار كل المنتجات، عاوز أقول ارتفعت دراماتيكالي بشكل مؤثر في السنوات الأخيرة. ارتفعت هنا مضارعتان بقى، يبقى have risen. طب ليه مش has؟ عشان فعل جامع prices يعني. طب اي نيد يور ريبورت، انا محتاج التقرير قبل الساعه 5، اتمنى ان انت تكون خلصته قبل الميعاد ده، يبقى ده مستقبل تام، شيء هيتم في قبل توقيت معين فين؟ في المستقبل. ويل هاف ريتن. قطع بقى اللي هتكلم عن الاثرياء بقى اللي بيتبرعوا بثرواتهم للدوجز، الكلاب وكده، دي طبعا بقى الثقافه الامريكيه. What could be the best title؟ افضل عنوان هنا للقطعه دي ايه؟ طبعا هيبقى دوج مليونيرز، تمام؟ من الراجلات اللي من الكلاب بقى زي ما شفنا في القطع. طب واي از فلوسي فيموس؟ ليه فلوسي ديت فيموس مشهوره؟ طبعا فلوسي طبعا دي دوج زي ما احنا فهمناها من القطع. ايه السبب؟ ان شي سيفد، ان هي انقذت الممثله دي دروز لايف، هي وزوجها يعني زي ما قال في القطع. طيب وات دو فلوسي اند جامفر هاف ان كومون؟ المشترك ما بينهم ان they both own a house، لهم بيت كامل بتاعه، الكلب الاول له بيت كامل. طب the price بتاع جانثر paid for the house was no problem for him، لان ثروته كانت كبيره مش فارقه زي ما قال في القطع. طيب based on the reading، يعني according to the reading الباسج طبقا للقطع يعني، بيقول ايه اللي في الجمله ديت في دول صح؟ معنى كده طبعا اخر واحده ان توبيز اونر ووز بريتش. عرفنا من بريتش ازاي؟ من المبلغ اللي هو جابه في الاول خالص، انه قال كان بيعاد اهو 15 مليون باوند، يبقى ده انجليزي، وقام جاي من قوسين قال لي 25 مليون امريكي، علامه الاس طبعا دي علامه الدولار، يبقى هم بريتش. طيب according to the passage، طبقا للقطعه، how many breeds of dogs، كم كلب مذكور صورة كلاب؟ طبعا 3، 3، تمام؟ اللي هو الكلب الاولاني اللي هو توبي، وبعدين فلوسي، والثالث بقى اللي هو جانفر ذا فورث، الرابع يعني اسمه كده. طب why do you think جانفر is the richest dog in the world؟ ليه هو يعني اغنى كلب في العالم؟ ليه اخر جمله في القطع خالص، اخر جمله في القطع خالص، انه معاه 200 مليون وده معاه ريتش الزق، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي would you leave money to a pet؟ انت ممكن تسيب فلوسك لأبيت حيوان اليف؟ طبعا في ثقافتنا احنا مثلا هنقول لا. ليه؟ why do you think people do that؟ طب ليه الناس دي بتعمل كده؟ هنقول لانه مثلا بيحسوا انه ما فيش يعني وفاء بين البشر، الكلاب بيحسوا ان هي اوفياء ليهم، because they may feel that dogs are more loyal than humans او than people يعني. طيب هنا بيقول لي كلمه ديت شي مش هم، كلمه اللي هي في القطع احنا محددين عليها كلمه شي، شي دي عايده على مين؟ طبعا عايده على فلوسي اللي هي الدوج يعني. طيب الكلمات بقى، باي طبعا اللي هي باس اواي، موجوده في بدايه القطع خالص، اهي، وان بيبو باس، الناس تموت يعني، باس اواي.
طيب المعنى التاني اللي هو عايزه nothing to worry about، حاجة ما تقلقنيش، اللي هي كلمة ايه او التعبير ايه، no big deal، هجيبها لكم no big deal، ايه no big deal يعني ما كانتش فارقة بالنسبة له يعني. طيب النوفل بقى بقول لي اهو، what did the princess اللي بقى say about the king، طبعا قالت ان هي had changed، ان هو اتغير مختلف. why didn't stop to shoot Michael، ليه ما اطلقش النار عليه لما شافه مع ماكس هولف، طبعا في الوقت ده ما كانش هيفيد الملك في حاجه، it wouldn't have helped the king زي سابت موضح. طيب why did Flavia send her servant to the royal palace، بعتها ليه، طبعا عشان تطمن على الملك، اه to find out how the king was feeling. واحد يقول لي طب ليه مش to find out how Rasind، هي ما تعرفش ان هو Rasind، تمام خلي بالك، يبقى الصح هنا رقم دي الاخيره بس هي اللي صح. why did Rasind want to fight Michael the main advantage، طبعا كان بيقتص لمين، لجوزيف، to revenge جوزيف، يقتص ليه او ينتقم له يعني. طب do you think Michael، do you think Michael was a narrow minded person، يعني شخص ذو افق ضيق، انا اقول يس. ليه بقى justification، دي مبالغه، هقول because he depended on the six men او especially Robert who was an evil person، اعتمد على شخص يعني شخص شرير وزي، عشان كده حتى ايه انقلب عليه في الاخر وقتله. طب Rasindel's minded injured finger، صبعه المصاب خدمه، هو فرق زيت تقول يعني الى اي مدى صحيح، اقول حاجه دي صحيحه عشان كذا، اقول يس ات واز ترو. ليه بقى، لان ده خدها حجه بقى كده، ان بيكوز سام دوكيومنتس ويرنت سايند، في مستندات ما اتوقعتش، وبرده خدها حجه ان عشان الهاند رايتنج لما كان بيكتب المرسوم او الاوردر بتاعه للمارشال اللي هو يعمله لو هو ما رجعش والكلام ده كله، يعني استغلها ايه بذكاء يعني. طب do you think about people، هل تعتقد ان الفقراء اللي في الاولد برضه في السيفلز were violent، هل دي الناس دي ناس عنيفه، هنقول نو. ايه السبب، because Rasindel drove into the old part of the town alone but he wasn't injured، لكن او wasn't hurt، ما اتصابش باي حاجه، فده دليل ان هم ناس peaceful يعني مسالمين، مش عندهمش عنف. طب الدايلوج بقى، I need to get my car insurance، insurance اللي هو التأمين على العربية، what should I do، اعمل ايه، او do you have an idea، قال له will you try كذا كذا، الشركة بتاعتنا. سؤال أسفر زي نو they insure all kinds of vehicles، يبقى هو قال له مثلا do they insure all the cars، قال له كل أنواع الإيه المركبات أو العربيات. طيب ثلاثة oh no I don't know، ها هيقول له هنا مثلا maybe 5 years، مثلا maybe 5 years. طب السؤال الرابع اللي هو قال not low reasonable، ها يبقى هو انا بقول له could you give are their rates low، هل المعدلات بتاعتهم low منخفضه، عارفين ريت معدل ار اي تي اي. طب خمسه ساله سؤال قال له اوكي their phone number is كذا كذا، ها يبقى قال له could you give me their phone number، could you give me their phone number، قال له كذا، هيقول له في الاخير طبعا thanks a lot او many thanks. هنا برجف عن pros and cons، مزايا وعيوب الديستانس ليرنينج اللي هم تعلم عن بعد، زي الاونلاين دلوقتي اللي احنا كلنا شغالين عليه دلوقتي، تمام. how to overcome the challenges of our age، كيف التغلب على تحديات العصر، او ايه تحديات العصر اللي موجوده وتغلب عليها ازاي بالساينس بالتكنولوجي الى اخره. women have a great role in the society، للنساء دور عظيم في المجتمع. They stand on equal footing with men in all fields of life. فهم يقفن على قدم المساواة مع الرجال في كل مجالات الحياة. Our armed forces sacrifice their lives. تقوم قواتنا المسلحة بالتضحية بحياتهم fighting terrorism في مواجهة الإرهاب. While the white army بينما أو في نفس الوقت الوايت ارمي اللي هو الجيش الابيض اللي هم طبعا كلنا عارفين بقى الاطباء والتمريض كده كومبات كورونا فيروس يقاومون او يواجهون ها فيروس كورونا. الابداع اساس التقدم، طبعا الابداع كرياتيفيتي، كرياتيفيتي او كرييشن، وممكن كمان انوفيشن
اي ام ان او في اي تي اي او ام innovation is the basis BASIS بأساس أو foundation of progress whether in art science or thought. Okay. تساعد منافسات الرياضية على تقارب الشعوب. Sports competitions help to make nations nearer to each other أو close to each other. في كلمة تقارب، كلمة اسمها rapprochement، يعني أقول السبيلنج بتاعها كده R A double P before بين يعني R O C H M E N T، تاني R A double P R O C H M E N T. طبعا مش عارفها بقى، تقول بقى حاجة زي ما قلت to make nations close to each other، حاجة مبسطة زي كده. ونبذ العنف والكراهية and ينبذ طبعا reject يرفض R E J E C T reject violence and كراهية hatred H A T R E D. وساعات بيستعملوا hate برضو ال verb كنوع كراهية برضو. الامتحان التالت بيقول له look at that stupid cyclist، شوف الغبي الراكب بتاع هي طبعا غبي ده، يبقى هو تنبؤ بدليل، يبقى is going to cause an accident، هيعمل حادثة، تنبؤ بدليل. ذا اتنين هتبقى ذا هيدلاين الموعد النهائي، اللي بعدها هتبقى هاد ميد حدث اول، تمام عشان بنتكلم في الماضي وحدث اول يبقى ماضي تام. دي بقى بايونيرنج ورك مش بايونير ورك، عارفين بايونيرنج صفه تسبق النون اللي هو مين ورك، انما بايونير نون رائد طبعا. خمسة بقى I not late for work twice this week so far، يبقى دي مضارع تام على طول كده، يبقى have arrived. In such a case في تلك الحالات دي we consult بنستشير the veterinary experts، طبعا veterinary اللي هو الطبيب البيطري يعني. I was not upset I couldn't في ذات هنا محذوف concentrate on my work، كنت بتضغط انا مش قادر ايه اركز، طبعا دي هتبقى مين so so والصفة اللي upset منزعج او مضايق في ذات محذوفة وراه ايه الجملة. طب from the plane هو بيقول لي he gave them اداهم بقى fatherly wave، تعرف ان wave كان بيشاورهم بايده يعني fatherly طبعا صفه fatherly wave حاجه ايه ابويه يعني. طيب تسعه بيقول لي he had no sooner recovered from a broken ankle than he broke his arm، حدث تاني طبعا مضى ايه بسيط. دي بقى طبعا diplomatic mission مهمه دبلوماسيه. I rushed يعني اندفعت over to Mark's بيته يعني، اما اجيب شخص وابو سوفيس يعني هاوس احمدز يبقى احمدز هاوس يعني، but he had already left لكن ما لهوش كان مشي اصلا. طيب 12 دي هتبقى ايه soak in water، ينقع الحاجه فين في الميه. طيب 13 نشوفها كده ده سماثز الاسره دي اسره سماث don't own the house they are living in now، كده جمله مش ناقصه حاجه تمام. ده اصل هنا في which وحذف عادي يبقى الصح كده no relative. Education should be relevant to the child، تكون مرتبطة باحتياجات الطفل relevant to. طيب دي هتبقى شوفها كده I had to wear a bandage on ضمادة أو شاشة على كل ركبة، يبقى on each knee كل ركبة على حدة تمام. طب واحد يقول لي طب ما انا ليا ركبتين يبقى بوث، كان قال نيز بقى كان جامع دي. طيب they argue for يجادل من اجل اللي بيدافع عن يعني كده، احنا عندنا argue for يجادل يدافع argue about بخصوص الموضوع الفلاني يعارض بقى يجادل بالمعارضه argue against، يبقى في argue for argue against argue about. He not to be a highly effective senior police officer، معروف ان هو كذا كذا او كان معروف كيبقى he was known to be بسف. He hated to upset his daughter، بحبش يضايق بنته. It broke his heart to see her cry. It broke his heart، تعبير معروف. Virtually واقعيا او فعلا كل شخص في الشارع عندنا ركب برجلر الارم اللي هو جهاز انذار ضد السرقه ريسنتلي
الفترة الأخيرة. طبعا يبقى every person، ها تاخد have ولا has؟ has. تاخد فعل مفرد، إنما الضمير لو جالها ضمير يبقى جمع. طب she would rather die، هي تموت، than be separated from her children، عن إنها تتفصل عن أطفالها. تمام؟ بيقول لي what are you doing this evening؟ what are you doing يعني مرتب تعمل إيه؟ تمام؟ قال I don't know، مش عارف. maybe I not مصدر الشاي، ممكن أعمل كذا. maybe يبقى أنا عاوز مين؟ ها؟ will. well يعني هو كده مش مرتب، خلي بالك. وبدليل إنه قال إيه؟ I don't know. يعني السؤال ممكن يكون بالترتيب والإجابة حاجة تانية، مفيش أي مشكلة. I wish he were a more sociable person، هيكون شخص اجتماعي. The second semester اللي هو الترم الثاني، يعني سمستر دي زي كلمة ترم كده بالظبط. تمام؟ begins هيبدأ يوم كذا. تمام؟ اللي هي جدول مواعيد مضارع بسيط. طيب we are getting about 18 hours of sunshine. بيقول لي getting هنا طبعا بمعنى receive، أتلقى 18 ساعة الشمس طالعة عندنا. I have had my TV and the stereo taken. اللي هي causative بنقدر نستعملها، ما ممكن تعبر عن bad experience أو bad situation زي كده. سرقة، عشان كده بنقول what bad luck، يا لو من حظ سيء. Death is often a welcome release from pain، بيريحنا من الألم، الموت يعني. Jenny spends not her time watching television، طبعا دي هتبقى half over time. The government ordered that all flags، كل الأعلام، should be flown at half mast when kittens، عارفين كيتن اللي هي القطط الايه الصغيره يعني، are born، عندما تولد، they can't see، لان تبع انهم لسه مغمض، are born باسف طبعا، وكلام عام مضارع بسيط، ما تجيش تقول لي we're born بقى، ما بدل اليمه الثانيه قال لك ايه can't و are closed. تمام؟ My friend Mona not really well in the test، حلت كويس في الامتحان، يبقى did، عارفين دول يؤدي جيدا. القطعه بقى بتاع شكسبير ديت تشوفها كده، والوات ذا مين فوكس، التركيز الاساسي في القطعه هنا يعني المحتوى الاساسي بتاعها الموضوع اهو شكسبير اند ذا جلوب ثياتر. طب وات وان ان اوورد فور ذا بيست اتراكشن ان يوروب، طبعا مين اللي فاز بكده؟ ذا جلوب ثياتر. ثلاثه which is true، ايه اللي صح بخصوص الجلوب ثياتر؟ ها الاختيار الاخير اللي هي people could see play there in 1999 according to the reading، يعني to the passage، تبقى للقطع شكسبير روت كتب several plays and poems. تمام؟ خمسة، قول لي ايه بقى الجملة اللي هي not true، ايه الجملة اللي مش صحيحة هنا في دول اللي اخر واحد، ان the shows were usually performed at night، هي كانت بتعمل بالنهار يعني. تمام؟ يبقى دي خطأ يعني. طب during what kind of scene، ايه نوعية المشهد؟ اتفق كده اللي هي during the battle scene، عشان في كان في كانون مدفع وكده، فيبقى مشهد battle معركة. how many plays، كم مسرحية بقى موجودة في القطعة؟ خمسة، فايف لو عدتهم، في اتنين كده نص قطع، وفي تلاتة فخر جملة، يبقى خمسة، فايف. هاو دي نو، عرفت ازاي ان البرفورمانس الاداء بتاعهم كان دايما بوبولار، كان دايما يقول لي بقى الاودينس تشير بيسقفوا مبسوطين وهو الكلام ده، الجمله بتاع ايه اودينس دي. طب هاو دي، بيقول لي بقى وايل بيلدينج ذا نيو جلوب وات ديد ذا وركرز ديسكفر، طبعا اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا سم اوف ذا اوريجينال بيلدينج، بعض حاجات من المبنى الاساسي. هنا بيقول لي think that actors use during performance، ادوات اللي الممثلين بيستعملوها في العرض بتاعهم، كلمه ايه بقى؟ ها props، شايفين كلمه props فين؟ في السطر الثامن في القطعه، شوفها كده على السريع اهي. اهي كلمه props اهي، حددت لكم عليها ايه؟ باينه used very few props. طيب المعنى التاني بقى اللي هي بيقول لي ايه؟ بيقول لي remove or take apart، طبعا دي كلمة ايه؟ كلمة torn اهي، torn
اللي هو ممزق يعني ماتير تور تور. النوفل بقى ويرود راسندلز بادي بي ثرون اف يوز كيل، لو قتلوا راسندل هيرمي جثته فين؟ طبعا ان ذا اولد تاور. هو وود راسندل تراست، هيثق في مين عشان تجار ذا برنس في حراسه؟ طبعا هي المارشال، مش موجوده المارشال هنا، يبقى مام اوف ذيس ونانان، عشان دول اكتر من اثنين، انما لو اثنين بس كانوا نايفر. هو دو يو ثينك شوت، تعتقد مين اللي اطلق نار على برنشتاين؟ طبعا ذا ديوكس من اربعه. فليفيوس بروميس تو دو وات ايفر جود، انها تعمل اي حاجه صالحه او مفيده للروتينيا، ده بيبين ان هي ايه؟ طبعا عندها احساس بالوطن، وطنيه، باتريوت. باتريوت لو ان نايف، دي شخص ساذج، تريتر خائن، وكيرلس طبعا. Do you think Fritz is relative؟ تعتقد انه كان generous كريم و hospitable مديار؟ هنقول yes. ليه بقى؟ Because he let them، خلى يعني راسندل واللي معاهم كله use تارلين هيم هاوس. Why was a ball؟ فكين بول اللي هي حفل راقص بلان، ليه خططه او رتبه للحفلة دي؟ البرنس ذا بالاس طبعا سوزات راسندل او ذا كينج في نظرهم يعني would ask في ليفيا فور ماتش، هيطلب منها الزواج. What do you think of Antoinette's character؟ ايه رايك في شخصيه انطوانيت؟ انا اقول she was a good character. She was famous and wealthy. ماشي اوكي. هقول ambitious، عندها طموح. هقول she was a noble prize، شخصيه نبيله with principles، عندها مبدا، بدليل ان هي ساعدت راسندل ضد مين؟ مايكل، وعرضت نفسها للخطر. كل ده ليه؟ because she didn't want to see people being killed. مبدأ يعني. طيب القطعة بقى good morning، أول واحدة good morning، هيقولوا بقى فالكون ايرلاينز اللي هي موجودة هنا في قدام اهي، فالكون ايرلاينز how can I help you؟ أي خدمة؟ قال له أنا عاوز أعمل ريزرفيشن حاجز والكلام ده. قال له إيه السؤال؟ leaving on كذا و returning on كذا، يبقى هو بيسأله عن ها تيجي من إمتى؟ when do you want أو to leave and return؟ when do you intend تنوي يعني to leave and return. اللي بعدها بقى هيقول له is smoking allowed، هل التدخين مسموح؟ قال له انه كذا. طيب بعدها بقى would you like a window or an aisle seat، عاوز مقعد جنب الشباك ولا جنب الطرقة؟ aisle دي يعني الطرقة يعني. ها هيقول له مثلا a window seat please، a window seat please. طيب بعد كده واحد اتنين دي تلاتة دي أربعة دي خمسة ستة، معلش في أرقام بس إنما مظبوطين يعني. طيب بعدها كده هيقول له هنا إيه بقى؟ هنا يقول oh there is been، there has been يعني a mistake، I am leaving on July 10th، أنا همشي يوم 10 not 11th، بيصحح له يعني اليوم. طيب قال له سوري اي الكاركتر اتريتنا، ولا صح لك تمام. وين ويل ات بي ريدي، قال له يبقى يوم كذا في الوقت الفلاني، بس انا عن التوقيت يعني. برضه موضوع وقف كويس عن تكنولوجي، هاز ميد ذا وورلد جلوبال فيلج، التكنولوجيا جعلت العالم قريه صغيره. وبرضه موضوع تاني مهم ده ووتر كرايسس، انا جايب لكم الموضوعات يعني اللي احنا حاسين انها يعني لها اهميه معينه، ربنا يسهل ويجي منها حاجه. مش لازم باراجراف، ممكن تيجي منها ترانسليشن او العكس او قطع ايا كان بقى. ووتر كرايسيس ان ذا نايل بيسن، ازمه المياه في نايل بيسن اللي هو حوض النيل. ترانسليشن اي بليف ذات سلامز، اعتقد ان السلامز اللي هي العشوائيات تحتاج الى مور اتنشن، مزيد من الاهتمام اون ذا بارت اوف ذا جفرمنت، يعني اون ذا بارت اوف من جانب الحكومه ان ذا فيوتشر في المستقبل. ذا ايجيبشنز ار ا جريت نيشن، المصريين أمة أو شعب عظيم. هو offer a lot of sacrifices أو هو make a lot of sacrifices، ليقدموا التضحيات كل يوم. And they deserve، يستحقوا to lead a decent life، أن يحيوا حياة كريمة. تعلم مهارات التفكير الناقد يساعدنا على خلق جيل واعد. Learning the skills of critical thinking helps، لأن الفاعل learning gerund بالفعل مفرد، helps to أو helps us to have أو to create a promising generation، to create
A Promising Generation. يحاول الإرهاب الأسود ضرب الحياة السياسية في مصر. Black Terrorism tries to hit political life in Egypt. وإرباك الدولة and confuse أو perplex أو embarrass the state أو the country أو the government يقصد حتى يعقوها عن التقدم الأمام. تو يعني يعقوها hinder 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 أو hamper HAMPER from يبقى أو prevent مش عارف كده أقول prevent it from making forward progress. تمام. امتحان الرابع بقى والأخير بقول I don't think the address I have is correct. بعت several letters وكده لكن I received يبقى intern ما جاليش عزوم ما جاليش أي يبقى none. ليه بقى؟ لأنه قال لي several several عديد يعني من ثلاثة فأقصى يبقى none. إنما لو اثنين بس كنا قلنا إيه neither. إذا هنسألين شوية لأن neither نفي both. طب none نفي مين؟ ها نفي all. This house is just what we were looking for. بقول ده اللي احنا كنا ندور عليه. هذا ما كنا نبحث عنه. يبقى دي وات. Anyone can يبقى get used to. اي حد ممكن يتعود على كذا. Action. ما ينفعش بيه انا. Get used to. It was Mr. Kamal who suggests Maggie's studying abroad. جيرون طبعا. Yesterday I met an old school friend who I hadn't said for years. ما كانش بقى تقول haven't said seen. بس المضارع التام يبقى ممتد دلوقتي وهو قابله خلاص امبارح يبقى المدة دي اتقطعت خلاص يبقى حول المضارع التام إلى ماضي تام hadn't seen. The shot was too quick. دي تو حاجة سلبية لأن هي عدت الشبكة يعني ما قدرش يصبها. I'd like أو I wouldn't like to I wouldn't like to have to get up. ما احبش اكون مجبر على الاستيقاظ المبكر وكده. طيب دي بتعمل عملية بقى to have her nose طبعا straighten اللي بتاع القزطر. بقول لي ايه بقى day is fine come whenever like بتاع وقت ما انت عايز بقى اي يوم ماشي either day is fine يبقى ديت either. طيب دي بقى بيقول لي they haven't arrived yet. Have they؟ هو question tag. He said. في الغير مباشر بقى question tag بيختفي ما بيتحولش ملوش تحويل. اهو. He asked if they سألوا عن كذا وخلاص. He asked if they had arrived yet. يعني كأن question tag مش موجود. طب ليه مش hadn't عشان ها المعنى. تمام؟ يعني هنا حتة النفي والسؤال ما هو ده كان عشان سؤال مزيل فاهمين؟ حتى لو تلاحظوا انا جايبين hadn't arrived يتمالش arrived تمام؟ الصح هنا had arrived it. طيب having won an Oscar last year عارفين having وتصل في الثالث سواء افضل الماضي الثاني حدث اول طبعا. The window يبقى broken by crazy رامز يسترداي يا ترى اقول was broken ولا جود بروكن ما الاثنين استعملوا في الباسف بس طالما قال لي باي فلان باي والفاعل يبقى ما ينفعش استعمل الا فيرب تو بي جيت ما تستعملش في الاستعمال طالما قال لي باي والايجنت هو الفاعل. طب 13 we have many various dishes but not all means meals مش كل الوجبات eaten are delicious يعني ايه meals which are eaten تمام يبقى ايتين بس تصريف تالت. By next August curfew curfew اللي هو الحظر يعني حظر التجوال measures measures يعني اجراءات الحظر will طبعا في باي واشاره المستقبل يبقى مستقبل تام يبقى will have been finished will have كان تنفع will have finished على فكره لان finish لازم متعدي بس طبعا مش موجوده في الاختيارات. ليفربول بلايرز are highly skilled and undefeated ما تهزموش بقى لهم فترة طويلة. They know the next match versus يعني ضد a very weak team فريق ضعيف طبعا ده تنبؤ واضح ان هو بدليل اهو
يبقى are going to him. Are going to him. We have known Ahmed's family since they moved to our, طبعا هتبقى المنطقة بتاعتنا يبقى neighborhood. Neighborhood. طبعا دي معدل أو متوسط المسافة. إيه معدل أو متوسط؟ طبعا كلمة an. ها an average. An average of gas. طيب 18. The note of the outbreak of the disease is still unknown. طبعا هتبقى cause of. عارفين cause of reason for. طيب had an enormous effect on children's literature. كان له أثر كبير عليهم. طبعا influence. لا رولينج الكاتب ده يعني. The government should do more for people, ordinary people, الناس اللي العادية. اللي بعدها grow silent, ان grow بيجي بعدها صفة زي grow old. تمام. Did you read that about of the new old music? المقال النقدي بقى, مقال نقدي بقى review. Mr. خالد عمر is a clever teacher. He is always concerned with his students. Concerned with يعني interested in. وفي برضه concerned about مهتم بيه أو قلق عنه. Worried about يعني. I don't really have a regular يبقى during holidays ما عنديش روتين منتظم. Mr. عبد الحميد is kind hearted طيب القلب. He belongs to a respectable family المنصورة. انتم إلى أسرة محترمة. طبعا اتكلمنا على بقى ريسبكتابل اسم مفعول وريسبكتد برضه اسم مفعول بس ريسبكتد لو جت مع ريسبكتابل بختار ريسبكتد للحاجه يعني يكون شخص له اتشيفمنت له انجازات في المجال بتاعه مش احترام باخلاقه وسلوكه واسره ووظيفه ومرتب ودخل محترم كل ده ريسبكتابل بقى. طب ريسبكتفول طبعا ده اسم فاعل انا اللي بظهر احترامي لغيري. هو از ان تشارج اوف توبرز ها سيرس ها واللي مين المسؤول عن سلسلة توبرز. I am a firm believer in the power of education. Believer اللي هي مؤمن بكذا. It is not shameful شيء مش مخزي ولا حاجة to note your own mistakes ان انت تعترف بأخطائك اللي هي admit. What time does the sun rise متى تشرق الشمس اللي حوالي الساعة كذا. Let's have dinner children. يبقى mother has ها عدت المائدة has laid the table. قطعة بقى جميلة اللي هي بتكلم على الفندلوع من الايس من التلج ده. بقول ايه المين ايديا اوف ذا باسج ان وات ميكس ذا ايس هوتل سبيشال ايه اللي بيميزه يعني. طب وات كان يو دو ان ذا هوتل ايه اللي تقدر تعمله فيه. All of the above جميع ما سبق ثلاث حاجات دول موجودين تمام كده. طب ثلاثة why is sleeping not a problem ليه عملية النوم مش مشكلة في الايه في الهوتيل ليه. لان sleeping bags are warm اللي هي رقم C. طب in which part of the hotel في اي جزء would you probably find the ice plates للاطباق السريع طبعا the restaurant اللي هي الاطباق اللي عاملينها من التلج يعني. طب what do you think happens to the hotel in the spring؟ ترى ايه اللي هيحصل؟ اكيد ها هينصهر هيذوب او ينصهر اللي هي it ها melts. طب you can only check into the hotel during the winter because ها it's made entirely معمول تماما تقريبا يعني كلها from ice and snow. طب why do you think all guests to the hotel keep their coats on؟ ها ليه دايما بيلبسوا البلطو على طول ما بين ها لان الهوتيل توز وينتر والهوتيل معمول ايس او ان ذا تمبريتشر از اولويز بتوين 2 اند 5 سنتيجريد درجه حاجه دايما ما بين 2 ل 5 درجات مئويه بس. طب عاوز عنوان للقطعه طبعا ان ايس هوتيل. وود يو لايك تو ستي ان ذا ايس هوتيل او ليس السبب او ليه بيكوز ات از ا يونيك أو a new أو a good experience أو a new experience يعني تجربة جديدة بالنسبة لي. كلمات بقى عاوز كلمة تدي معنى comfortable and warm اللي هي كلمة قاسي C O Z Y.
طب an animal هي الشعر بتاع الحيوان اللي هي الفروة يعني، اللي هي كلمة fear FUR. قطعة بقى novel. What did Rassendyll do on his way to visit Princess Felivia؟ عمل ايه في الحاجات دي؟ طبعا he bought some flowers from a young a poor young girl. طب اتنين، who did the poor wanted to be their king؟ عاوزين مين الملك بتاعهم؟ طبعا they wanted Duke Michael اللي هي رقم C. ايه as he cared about them، لانه بيعتني بيهم او بيهتم بهم. طيب سبت عمل ايه بقى في الحاجات دي؟ طبعا asked Rassendyll to replace the king at the coronation. Which statement is correct؟ ايه العبارة اللي صح في دول؟ تمام؟ هي رقم دي الأخير أهي. إن the girl's father shouldn't have left the gate. طب الكريتيكال بقى؟ بيقول how was Antoinette of great help to Rassendyll؟ إزاي Antoinette ساعدت Rassendyll؟ طبعا she sent him the letter to meet her at the summer house. She gave him very important information about the king, a very important information about Michael's, دي النقطة الأهم، Michael's plans، خطط بتاع مين؟ Michael to kill him. طب what made Rassendyll stop at Zenda؟ طبعا he wanted to see the castle and might see the king. طب what did Rose blame Rassendyll for؟ كانت بتلومه على ايه؟ طبعا for being unemployed او without work. She wanted him to do work، عاوزاه ايه؟ يشتغل يعني. طبعا طيب الديالوج بقى، هالو سير هاو دو لايك لوكسور؟ اتس وندرفول. هنا مثلا اقول له يو ار ويلكم ان ايجيبت. هنا اقول له از ذات رايت، او دو يو ستادي انجلش. هنا بقى اقول له ات از هارد تو ليرن ا لانجويج ازنت ات؟ قال لي يس، ليرنينج تو سبيك ا لانجويج از فيري ديفيكولت. تمام، طبعا دي مش ارقام، دي كلمه براكتس، غلطه كتابه بس، دي براكتس ومارس يعني اللغه. طيب هنا بقى اقول له في اربعه دي اقول له دونت يو هاف ا ريكوردر؟ ما عندكش مسجل يعني؟ قال له ايوه عندي. اللي بعدها اقول له وات شود اي دو؟ طب اعمل ايه؟ وات شود اي دو؟ قال له اعمل كذا كذا. في الاخر بقى دو يو نو وات تو دو نيكست؟ عارف ايه اللي هتعمله بعد كده؟ هيقول له Yes, I must practice English outside the class. تمام؟ لأنه قال له تحت هنا sitting in class won't help you much. لازم أمارس اللغة خارج الفصل. طيب هنا ال باراجراف أو ممكن إيميل، مفيش مشكلة عادي زي ما يجي لي. Your plans for your future career. الوظيفة اللي أنت عاوز تشتغلها في المستقبل. الموضوع التاني We cannot do without friends. لا نستطيع أن نستغني عن الأصدقاء. Depressing occupies the first place among the diagnosed psychological diseases of people who commit suicide. يعني depressing أو depression، الاكتئاب، تمام، يحتل المكانة الأولى بين الأمراض النفسية psychological المشخصة أو اللي تم تشخيصها اللي هي الدياجنوز دي، للناس الذين ينتحرون أو يقدمون على الانتحار. لكوميت سوسايتي. All citizens have the right to be proud. لكل المواطنين الحق في أن يفخروا ب what has been accomplished in all fields. بما تم إنجازه أو تحقيقه في كل المجالات. على كل فرد أن يحارب الظلم وينشر الخير والمحبة والفضيلة. Every person should يحارب الظلم. should يبقى fight الظلم. كلنا عارفين justice العدل. ها؟ أو اللي بقى injustice عكسها يعني. طيب وينشر الظلم and spread good love and الفضيلة virtue. ايه virtue؟ spelling V-I-R-T-U-E V-I-R-T-U-E virtue. عكسها رذيلة بقى sin S-I-N. التفجيرات الإرهابية الأخيرة في سيناء تستهدف الأمن المصري. يبقى sinize latest terrorist bombings. تاني دي ساينايز latest اللي هي الأخيرة الإرهابية terrorist إرهابي أو الشخص أو شيء إرهابي نفس الكلام. التفجيرات بقى bombings كنا عارفين بوم اللي قنبلة بي أو إم بي أي إن جي إس يبقى bombings تفجيرات.
تستهدف الامن المصري. تارجت دايما الاستهداف السيء يقولوا تارجت على طول، تارجت ذا ايجيبشن سيكيورتي، وتسعى الى تقويض يعني تضعف يعني الاستقرار المصري، اند سيك تو يبقى يقوض اندر ماين، اندر وزود لها ماين ام اي ان اي كلمه واحده، او ويكن يضعف، او هارم يضر بي لايجيبشن استابيليتي الاستقرار المصري. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم حاجه مفيده ان شاء الله، وبنتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح والحصول على اعلى الدرجات. اي طالب عنده اي استفسار او محتاج اي حاجه مننا يبعت رساله على الواتس يقول لنا هو عاوز ايه، او يكتب كومنت بتاع الفيديو رساله واتس اللي هي 012 015 10 845. تمام، دي رقم الواتس بتاعنا بتاع فريق توبرز، يعني بعت لنا وان شاء الله لاي حاجه هو ايه محتاجها، او اكتب لنا كومنت على الفيديو على اليوتيوب. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.